خلف القضبان مسيرة النضال والصمود مستمر، صبر وتحدي على الظالم والجلاد، من آلام جراحهم يستمدون قوتهم، فأنتم جواهر الوطن، تاريخكم عظيم وصبركم شرف كبير لنا. الحرية لكم أسرانا، والتحية لكم مشاهدينا. ما زلنا ننسج خيوط الوفاء لأسرانا ولعوائلهم. نتجول بكم اليوم في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة للقاء عائلة الأسير سعيد أبو عودة، فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأسرانا البواسل في برنامجكم أناديكم، ليتجدد اللقاء في بيت من بيوت النضال الفلسطيني، تحديدا من بيت الأسير سعيد أبو عودة. الأسير سعيد أبو عودة محكوم عليه 12 عاما طبعا من عام 2006، وقضى منها 11 عاما بعيدا عن الأهل والأحبة والأخلة. هي سنوات طويلة حدثت بها مجريات كثيرة ومواقف كثيرة كان سعيدا غير حاضرا فيها. من أجل ذلك مشاهدينا الكرام نجدد هذا التواصل بين أهالي الأسرى وأسرانا البواسل. مرحبا فيك أبو رشدي. يا أهلا بيكم وبتشرفونا في كل وقت. أهلا وسهلا، بنشكر التلفزيون الفلسطيني اللي أتاح لنا فرصة إن نتكلم ونودي صورتنا الأسير سعيد أبو عودة. أكيد أكيد، يعني صوت الأب أكيد بيوصل لابنك، فإحنا حابين نعرف أكثر قديش بيتميز سعيد بالنسبة لك بين أخواته. والله الحمد لله رب العالمين، كلهم أولادي كويسين ومحترمين وكل حاجة ومتعلمين، هو الحين الشوق والحنين له بزيادة عشان هو مش موجود، ولا أكيد هو أكيد مع العشرة زيه وزي العشرة كويسين والحمد لله رب العالمين. ربنا يحفظ لك إياهم إن شاء الله. شو حابب تحكي له؟ شو حابب تقول له؟ شو الرسالة اللي بدك توصل له إياها؟ والله أنا بقول له شد حيله وشده بالزول، وفات الكثير مضرش لحاجات بسيطة، إن شاء الله بنستقبلك في معبر بيت حنون إن شاء الله بتنفس يعني عبق الحرية بينكم، يعني هي 10 أشهر بيكون سعيد إن شاء الله موجود بينكم إن شاء الله تعالى، يمكن 8 شهور ونص إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله. يعني أنت كأب أكيد ربيت سعيد من هو صغير يعني وفرحت فيه، فشو أكثر المواقف اللي يمكن أنه أنت تنساها من سعيد؟ والله كل المواقف كويسة، لأنه أنا بحس فيه أنه دائما بده، ولا بعدين بضربونا خلوناش نزور، دائما بده الوطن وبحب الوطن والشجاعه، شجاعه مش موجوده يعني. يعني حتى بقول له مرات هد الحال ما فيش فائده الا انه بده يكون ماشي في سبيل الوطن. فعلا ان شاء الله بتفرح في سعيد وبيكون متواجد بيناتكم ان شاء الله خلال نهايه العام. ننتقل مشاهدينا الكرام الى والده الاسير، يعطيك العافيه. بارك الله فيك، الله يزيدك عافيه. الله يخليك يا رب، عشان يسمع سعيد صوتك اكثر. قديش مشتاقه لسعيد؟ والله مشتاقه له كثير 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 مشتاقه، لانه زمان بعيد عنه، يعني كل هذا الاولاد هذول او البنات اجوا كلهم بعد ما فرقنا، هو ما شافش ولا واحد فينا. وبنشكر تلفزيون فلسطين وبنشكركم على اللقاء وعلى اتاحه الفرصه لنا انه يشوفنا على تلفزيون فلسطين، والحمد لله رب العالمين. اكيد بسمع صوتك سعيد. انا حابه يعني انت كأم
تقولي لنا كيف كان هو طفل، خليه يتذكر معاكي ويسمع امه وهي بتتكلم عنه وهو طفل صغير، كان مشاغب مشاكس ولا كان هادي بين اخواته؟ لا والله الحمد لله كلهم هادين وكويسين، وهو صاحب نكته يعني دائما بنكت وبضحكهم والحمد لله رب العالمين. يعني اكثر الاشياء اللي غلبك فيها سعيد؟ الله ما غلبنيش يعني كثير، كان هادي يعني كثير؟ هو كثير هادي الحمد لله. يعني برضو في اكيد انت ام بتتذكري موقف يعني مستحيل انك انت تنسيه، كيف هو صفاته، كيف سماته، كيف حياته كانت؟ كان دائما مرح هو وضحوك وطقس على وكويس كثير، بحب اخوته بحب الاولاد وبلعبهم بحبنا ودائما باقي عينك يعكسني ويضحك معي هو. لانك امه طبعا يعني برضه كمان يعني زي صاحبه مش زي بس امه، كمان زي اصحاب قريبه من الحمد لله. شو اكثر الاكلات اللي بحبها سعيد؟ ده كان يطلبها منك دائما. والله يعني هو بحب كل الاكلات بس مرات يعني بده مفتول بده مقلوب زي حاجات زي هيك. شو محضرة لسعيد لما يطلع ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله بنحضر له كل شيء حلو ان شاء الله، نبني له شقه ونحضر له عروس يتجوز ان شاء الله. ان شاء الله بتفرحي فيه باذن رب العالمين. ان شاء الله والله على احر من الجمر مستنيينه ان شاء الله. حبي تقولي لسعيد كلمه؟ بقول له لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، وإن شاء الله الفرج قريب إلى كل جميع الأسرة، إن شاء الله عن قريب نتلاقى مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن رب العالمين. كمان معنا عمة الأسير، يعطيك العافية. الله يجزيك العافية ويبارك فيكي. شو بيعني لك سعيد أنت كعمته؟ سعيد حبيبي وصاحبي وبقى يعني نكتة لنا. كيف يلاقي ما واحد زعلان يجي نكته وضحكه وسنضحوك وكل شيء سعيد فيه حلو، كل شيء في سعيد حلو. أكثر الأشياء اللي بتحبيها في سعيد؟ الصدق فيه، بكذبش. هو الشيء اللي بيميزه يعني؟ بكذبش. قديش أنت مستعدة كعمة أنه أنت تلتقي في سعيد؟ يا ولدي قديش مستعدة له، أشوفه نفسي أشوفه نفسي اشوفه، متلهفين نشوفه، بمنعونا عن زياراته، عمات ما لهنش، خالات ما لهنش، ما اخوه ما لهمش، يعني محرومين من كله. يعني 12 سنة ما شفناهوش. بعيد عنكم ونفسك تشوفيه وتزوريه؟ نفسي اشوفه، نفسي احضنه في حضنك واشوفه قبل حتى انا ما اموت، بدي اشوفه. ان شاء الله بتشوفي. والله بدي اشوف. يعني كمان تلفزيون فلسطين بيعطيك مساحه انه تعبري عن مشاعرك لسعيد وتقولي له لجواتك. والله يفك قصره وهو واللي معاه كلهيتهم، يروحوا بالسلام يا ربي ويهدبن عليهم، والله يفك قصرهم. يعني اكيد انت عشتي لحظات من طفوله سعيد يعني كعمه اكيد. والله انا تجوزت وسعيد يعني انا بقيت بعيده عنهم لكن بقيت يجيني يعني سعيد كويس سعيد، بحبش حاله متعاون يعني. بحبش حاله، بحب اللي كل اللي حواليه يبقوا مبسوطين، بحب كل اللي حواليه والله سعيد يبقوا مبسوطين. الله يفك قصره هو اللي معاه ان شاء الله. مشتاقين له كثير. بننتقل لمرت عمه لسعيد في هذا اللقاء من برنامج اناديكم. حضرتك انت مرت عمه لسعيد، رسالتك اللي حابه توجهيها لسعيد؟ بهدي سلامي وبقول بتمنى له ان شاء الله قبل ما عاد يكون طالع، وانا والله مشتاقيت له كثير 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 مشتاقيت له، وانا بعتبر اني انا امه الثانيه ان شاء الله بعد زمن وجدي برضه. انا بعتبره انا امه يعني، ومشتاقيت له يمكن زي امه وزياده، يمكن انا بقول لك يعني مش بقى قلبه، لكن اشتياقي اشتياق ام له كمان. حلو جدا. يعني شو اللي بيميز سعيد بالنسبة لك مرت عمه؟ شو أنا بعد رجل فيه؟ رجل وصادق وأمين وبقف مع المواقف الصعبة، يعني لو لقف واحد في مهنة بقف معاه بجد يعني بفرقوش إلا يعني يساعده. طبعا سعيد راح تستقبلوه خلال أشهر إن شاء الله. إن شاء الله. كيف أنت شايفة ممكن يكون الاستقبال؟ إن شاء الله راح يكون استقبال حلو
انا ان شاء الله كمان راح انا عمري ما وصلت ايرز لكن عشان خاطره بدي اصل ايرز. يعني حابه تستنيه على ايرز ان شاء الله يعني بتعم الفرحه بيناتكم ويكون ان شاء موجود الله. يعني كمان محضر له حاجات انا كمان اللي هو ينبسط فيها لما يطلع يمكن امه ما تجيش على بالها. يعني ممكن تقولي لنا بس حاجه واحده انت محضراها لسعيد يفرح سعيد لما تسمعيه هو بتقولي له اياها؟ انا يخليها مفاجأة له. كده خلاص تمام. إذا ننتقل لمقابلة أخرى لسعيد. ننتقل في هذا اللقاء إلى أخ سعيد الأستاذ محمود، يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يخليك. طبعا سعيد أخوك وحبيبك، فشو حابب الرسالة اللي توصل له إياها؟ أول حاجة يعني بحيي صعوده داخل السجن وببارك له إنه أخذ شهادة الثانوية وشهادة الجامعة من داخل السجن، وهذا يعني مش أي واحد ومش أي سجين بقدر يأخذها، لأنه مثابر يعني صامد ومرح ونفسيته طيبة. ويعني بدي أقول لك هالحاجة، يعني حاب أذكر أنه أخوي الأسير البطل سعيد أحيانا ببعث لي رسائل عشان أساعد مرضى هو بيعرف يعني أبنائهم داخل السجن على أساس أساعدهم من خلال عملي، وندل على ذلك بأنه يدل على طيبة قلبه وحبه لأبناء شعبه، وأنا بحييه وبحيي كل الأسرى الأبطال اللي عنده. أكيد، وإحنا كمان بنحيي سعيد وبنحيي كل أسرانا الأبطال البواسل، هم معطائين دائما وبيساعدوا جميع أبناء الشعب الفلسطيني، أكيد ما بتوقف عندهم. أنا حابة تذكر موقف من المواقف اللي أنت عشتها أنت وسعيد قبل لا ينحبس. والله هو يعني له 12 سنة يعني هو، وأحيانا يعني نطلع مع بعض بقينا كلها عبارة عن ما بعمل لي مسرحية في الشارع هيك نكت وقصص هيك كلها بخلي واحد ينبسط فكاهي، يعني بكاش حدا بحب الناس والكل بقى يتعرف عليه. وين يا سعيد؟ ايش اخبارك سعيد؟ ست اقول له ايش الدعوة انت؟ ايش في؟ ايش بتشتغل انت في الاخر؟ يعني محبوب بين اهله وناس وجيرانه، بين كل الناس، يعني الجيران بيسألوا عنه في الوقت الحالي، بيطمنوا على اخباره القريب والبعيد. شو يعني في حدا بيسأل عنه من الجيران؟ في رسالة حابب توصلها من الجيران انه بيسلم على سعيد؟ هو صاحب نسيبي. هو دائما نسيبي في بلجيكا، بيتصل عليه وبطمن عليه دائما. جميل، هو يعني رغم يعني بعد المسافات الا في ناس بتسأل عن سعيد. اكيد كل الناس بتسأل عن سعيد عشان هو قلبه طيب. أشكر الأستاذ محمود شقيق الأسير سعيد. مشاهدينا الكرام، فاصل وسنعود. مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم بعد هذا الفاصل من منزل الأسير سعيد أبو عودة لاستكمال مقابلات مع الإخوة وأبناء الإخوة. معنا الدكتور رشدي الأخ والشقيق لسعيد، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا بكم.
طبعا رسالتك لسعيد رسالة شوق ومحبة. أول شيء بنحيي وبنحيي كل الأسرى طابعين خلف قضبان الاحتلال وهذه ضريبة الوطن، وبنحييهم على صمودهم وتضحيتهم وبزهرة شبابهم خلف القضبان من أجل شعب يعيش بكرامة وحرية إن شاء الله. وبنبارك له بشهادة تخرج حصوله على البكالوريوس، وإن شاء الله قريبا يكون بيننا. إن شاء الله بيكون بينكم وتشعروا بالفرحة بوجود سعيد. طبعا يعني أكيد في مواقف بالحياة عشتها أنت مع سعيد، بما أنه أنت الأخ الأكبر لسعيد، اذكرينا هذه المواقف. والله هو مواقف كثيرة، يعني واحدة من هاي المواقف اللي أثرت في شقيق سعيد الأكبر. والله هو من كثر ما هو متعلق بالعمل المقاوم، فكان كل قد ما كنا نحكي معه على اساس انه يهدى ويروق نتفق على الاتفاق، وظل شغال شغله. يعني اكثر ما يميز سعيد هو صغير، يعني وهو صغير يعني اكيد في كان الاطفال اشياء بيحبوها، فانت يمكن مثلا حرصت انه انت تحاول تجيب له اياها او تشتري له اياها، او مثلا تعلمه في المدرسه بعض الدروس، يعني بعض هاي المواقف. والله انا كنت احاول اعلمه كل شيء بيسالني فيه. كنت تعاونه يعني تساعده. كان نبيه، بس كان هو عنده مش الحظ مش طبيعي. يعني محظوظ ولا مش؟ يتفوق علينا في كل مسألة، الحظ عنده يتفوق على الجميع. وبعدين روح الفكاهية محبوبة عند الكل. جميل. يعني هي بعض المواقف والذكريات وسنوات طويلة يعني تبقى خالدة. نذكر انه مثلا اكثر الاشياء اللي كان يطلبها مثلا منك، او بعض الاكلات اللي بيحبها سعيد وانت كنت بتحب مثلا انه تشاركه فيها. هو الوالدة الله يسلم ايديها كل الاكلها زيك، متفقين على كل حاجة، يعني بتشبهوا بعض في هاي الاشياء. تمام، اذا ننتقل الى اخ اخر لسعيد، يعطيك العافية. الله يعافيك، تسلم. نتعرف على حضرتك. أنا داوود شقيق للأسير سعيد. رسالتك لسعيد داخل السجن. رسالتي لسعيد بقول له إن شاء الله الفرج قريب وهي هانت، وإن شاء الله كل الأسرى بتحرروا، وإحنا بنساندكم. طبعا إحنا مش قادرين نعمل اللي أنتوا عملتوه ولا قادرين نيجي بدالكم، بس إذا بدكم بنيجي، يعني مش مشكلة سعيد، يعني نقسم هالضيلات علينا إذا بدك. بما أنه سعيد إن شاء الله رح يتنفس عبق الحرية، استعدادك كأخ لاستقبال سعيد؟ يعني والله الأولاد قاعدين بيستعدوا من اليوم للاحتفال بهذا اليوم، لأنه صار له زمن طويل، يعني 12 سنة، والله يعين كل الأسرة وأمهات الأسرة وأشقاء الأسرة. زمن طويل جدا بالنسبة إلنا، فما بالك بالنسبة له هو اللي داخل القضبان، اللي وراء القضبان، أكيد بيكون أطول بكثير. في شعور آخر إنه فقط الأم والأب هم اللي بيزوروا الأسرة، يعني أنتم كإخوة ممنوعين من الزيارة، الشعور هذا يعني في شوق دائما إنه الواحد يشوف أخوه؟ هو طبعا يعني الشوق هذا بنتهيش وببداش، يعني شوق مش ممكن السيطرة عليه، كمان شوق قوي كثير، لكن ما باليد حيل. بنرجع بنقول مش بس احنا، كل الأسرة وكل الشعب الفلسطيني بيعاني من يوم يوم، من يوم ما خلقنا هالدنيا واحنا بنعاني، والكل يعاني، سواء كنا أسرة أو غير أسرة أو شهداء وأهالي شهداء، الكل بيعاني، ومش بدينا، وربنا يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. ننتقل إلى شقيق آخر من أشقاء سعيد، يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف على حضرتك. مسعود. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسعود، رسالتك لسعيد. والله احنا بنحييه وبنحيي صموده خلف القضبان، يعني صار له 12 سنة، الله يعطيه الصحة أول شيء ويعطي جميع الأسرة، ويدير باله على حاله بنقول له، لأنه الفترة إن شاء الله بتطولش عليه ولا بتطول على الأسرة اللي معه، ونقول إن شاء الله يفك أسرهم جميعا.
في عن موقف من المواقف تذكره لسعيد ممكن انت تتذكره معه؟ والله انا في موقف بس بديش اذكر فيه اشي الا انه بس بدي اقول له كلمة واحدة بس اتذكر الصفيرة وخلاص. هو اكيد عرفها اكيد هلا بيكون ضحك سعيد هو اكيد عرفها انبسط كتير انه انت ذكرته بهذا الموقف. في بعض الأشياء المشتركة بين الإخوة، شو العامل المشترك بينكم أنتوا سعيد؟ والله إحنا على هوا ما عشنا كنا زي بعض، يعني العامل المشترك بيننا أن كنا بنحب بعض، هذا أهم إشي موجود عندنا، نحن كنا بنحب بعض، إحنا عشرة لكن فيش فينا ولا واحد بتميز عن الثاني، كلنا زي بعض. جميل جدا. هذا هو هاي الكويس فينا. يديم المحبة والتوافق بينكم إن شاء الله. بينكم إن شاء الله. وإن شاء الله بيكون سعيد بينكم قريبا. ان شاء الله ويكونوا كل جميع الاسرى ان شاء الله كلهم خارجين وان شاء الله بيفرحوا باهليهم وباستقبال اهليهم. وفي لقاء اخر مع شقيقه الاسير يعطيك العافيه. يعافيك. نتعرف على اسمك. راويه. راويه شو حابه تبعتي رساله لسعيد؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله بتكون مبسوط وان شاء الله الفرج قريب عن قريب انت وجميع الاسرى. ان شاء الله. شو مستعده تستقبلي اخوك؟ قديش انت مبسوطه انه رح يكون متواجد بيناتكم ان شاء الله؟ ان شاء الله بيجي وبملي الدار بالفرحه. ان شاء الله بملي الدار بالفرحه والسعاده اكيد وتنبسطي فيك يا شقيقه ان شاء الله. ننتقل الى ابن اخ الاسير سعيد. مرحبا. مرحبا اهلا. عرفنا عن نفسك. محمد رشدي بودي ابن اخ الاسير. محمد شو رسالتك لعمك سعيد؟ ان شاء الله بترجع بالسلام ونحتفل فيك لما ترجع في الدار ونحتفل فيك لما تيجي. محمد شو كان بابا يقول لك عن عمك سعيد؟ انه وانا صغير بقى يلعبني ويصحيني من النوم ويلعبني وانا صغير ويلعبني وكان يقاوم حاجه زي هيك. قديش انت مشتاق له؟ كثير. كثير. مشتاق له كثير، يعني نفسك تشوفه؟ شو محضر له في الاستقبال؟ كيف بدك تستقبله؟ بدك تروح معاهم؟ بدي اكون معاهم اكيد. طيب حابب تقول له شيء ثاني؟ ان شاء الله بترجع بالسلام. ان شاء الله بيرجع بالسلام ان شاء الله. معنا بنت اخو الاسير سعيد، كيف حالك؟ الله يسلمك. شو اسمك؟ حلا. شو حابه تقولي لعمه؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله مبسوط ويا رب يجيك الفرج. حابة تقولي له إشي تسمعيه أنسودة؟ بنشيل له فدائي. قولي لنا يلا. فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود، فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود، بعزمي وناري وبركان ثاري وأشواق دمي لأرضي وداري، صعدت الجبال وخضت النضال قهرت المحال حطمت القيود، فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود، بعصف الرياح ونار السلاح وإصرار شعبي لخوض الكفاح، فلسطين ثاري ودرب انتصاري فلسطين ثاري وأرض الصمود، فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود. شكرا للأمورة. وبننتقل لأمورة ثانية رح تسلم على عمها سعيد. شو اسمك؟ زينة داود أبو عودة. شو بدك تقولي لعمه؟ شو بدك تقولي له؟ كيف حالك؟ إن شاء الله مبسوط لما تيجي نحتفل فيك في الدار. أكيد سمعك عمو سعيد وهو أكيد سعيد بأنه أنت بتسلمي عليه ووصلت رسالتك. كجذور الأرض أنتم قلوبكم تنبض بالأمل والحياة، أنتم جنرالات الصمود والتحدي، أسرانا لكم الحرية. ومشاهدينا الكرام تحياتي لكم وإلى اللقاء.
حبت عيني جوا الزنزان سقاتها يا امي تناديني يا مهجتكم.